Lesson 6.2 اللي هو Estimate Product of Decimal. في هذا الدرس الاستيميت راح ينقسم عندي لنوعين. خلينا نشوف مع بعض. عندنا الاستيميت، راح ينقسم لنوعين، نوع راوندينج ونوع راح يكون رينج. راوندينج مثلا لما يعطينا 2.32 ملتبلاي 7.8 كيف احلها؟ راوندينج اشوف اذا مثلا الارقام تكبر ولا لا، مثلا 3 هل تكبر 2؟ لا بتتم 2 مثل ما هي. ال 8 هل بتكبر 7؟ يس بتصير 8. 2 ملتبلاي 8 راح تعطينا 16. راوندينج استخدمها لما يطلب مني مثلا راوندينج، او لما بالبروبلم سولفينج راح تلاحظوا في نقطه وفي كلمه اباوت، هاي معناتها بعد استخدم لها راوندينج. شو معنات الرينج؟ الرينج مثلا راح ناخذ المثال الموجود في الكتاب اللي هو نفسه 2.32 ملتبلاي 7.8. راوندينج اول شيء راح اخذ الارقام بدون ما اسوي فيها اي شيء، لا اكبرها ولا اصغرها، اخلي 2 مثل ما هي وال7 اخليها مثل ما هي. 2 ملتبلاي 7 راح يعطينا 14، وبعدين اجباري اكبر. شو يعني اكبر؟ يعني 2 لما اكبرها بتصير 3 اجباري، حتى لو 3 ما تكبرها. هني 7 اجباري اكبرها بتصير 8. 3 ملتبلاي 8 24، فمعناته أقول الرينج between، يعني الإجابة تكون بين ومنو منو between بين ال 14 and 24، يعني الإجابة موجودة هني في النص ما بين ال 14 وال 24. متى استخدم هذا النوع ومتى استخدم هذا النوع؟ الحين بنشوف نمط الأسئلة متى استخدم كل نوع. مثلا لو صادفني بهالطريقة مسألة وحط لي علامة يساوي علامة استفهام، هذه لازم استخدم لها الرينج. لاحظوا عندنا الرقم الأول مش ديسيمال، رقم عادي، فالرقم العادي ما أسوي فيه أي شيء. هني عندنا قلنا أول شيء 27 وما راح أكبرها بخليها 27، وبعدين إجباري أكبر 27 بصير 28 وأسوي ملتبلاي. لاحظوا الإجابة اللي هو كاتبينها 1390، هل هذه 1390 موجودة ما بين 135 وما بين 140 موجودة بينهم؟ لا، هاي 1000 وشي بعيدة عنهم، فمعناته إجابته غير منطقية فنقول نو. سؤال أول كاتب لنا estimate each by rounding اللي هو العادي، التقريب العادي. هني 7 بتكبر ال 5 بتصير 6، ال 1 ما بتكبر ال 3 بتتم 3 ونضرب عادي. هذا يعني التقريب عادي اللي هو الاستيميت العادي. سؤالي بعده يقولي finding a range. قلنا كيف الرينج؟ أول شيء ما أكبر، أخلي ال 4 مثل ما هي، ال 7 مثل ما هي، بعدين إجباري أكبر، ال 4 راح يصير 5 وهو 7 راح يصير 8 ونضرب، فبيكون الرينج ما بين 28 and 40. طبعا هالجملة أنا ما قعدت أكتبها بكل مسألة، بس أنتوا لازم تكون عارفين إن الرينج between 28 و 40. هني قلنا في البداية ما أكبر، أخلي 7 مثل ما هي وال 10 مثل ما هي، وبعدين إجباري أكبر فبصير 7 8 وهذه 11. هني أخلي 20 مثل ما هي وال 9 مثل ما هي، وبعدين إجباري أكبر أخليها هذه 21 وهذه 10 ونضرب كلهم بنفس الطريقة. أوكي، هني عندنا البروبلم سولفينج. قلت لكم إذا شفتوا النقطة وأباوت نستخدم الراوندينج العادية. طبعا كلمة بير كيلوغرام معناتها هذه المسألة مسألة ملتبلاي ضرب، فأقول 4.3 ملتبلاي 1.79. 3 هل بتكبر ال 4؟ لا بتتم 4 مثل ما هي. 7 هل بتكبر ال 1؟ يس بصير 2. 4 ملتبلاي 2؟ 8. ايوه في المسألتين، في المسألة 14 راح استخدم الرينج. ليش؟ لما يعطيني مثلا ان شخص عنده فلوس
ويبي يشتري شيء، هل بتكفيه ولا لا؟ لاحظ ها، Anna has $40 to spend on downloading music. If each، قلنا كلمة each معناتها ضرب. If each song cost 1.29, does she have enough money؟ دائما لما يسألني هل بتكفيها الفلوس، فمعناته في هذه المسألة لازم أن أستخدم الرينج. عندنا السؤال 1.29 multiply 16 song. لاحظوا 16 مش ديسيمال، هذه الديسيمال فيها فاصلة، أما هاي ما فيها فاصلة، فال 16 أخليها مثل ما هي، لأن في البداية ما راح أكبر، بخلي 1 وبعدين إجباري أكبر فبصير 2. 1 multiply 16 16، 2 multiply 16 32. هي عندها 40، هل بتكفيها الفلوس؟ يس، 40 أصلا أكثر عن 32 فراح تكفيها، فمنقول يس. هني قلنا لما نشوف علامة يساوي واستفهام معناتها رينج. لاحظوا في البداية قلنا ما راح أكبر وطلعنا، بعدين إجباري أكبر وطلعنا الإجابة. هل الـ 64 موجودة بين الـ 45 و 60؟ هل موجودة بينهم؟ لا، ما موجودة بينهم، فمعناته إجابتهم غير منطقية. لما تكون منطقية لازم تكون هني بينهم، مثلا 49 50، هاي كل الأرقام اللي تكون بينهم تكون الإجابة منطقية. أوكي، هني بتقولوا مس أنت قلت هني 40، 40 مش موجودة بينهم، 40 أكثر، وقلتي يس. ليش؟ مثلا أقول لكم هذا القلم كم سعره في المقلمة بالضبط؟ ما نعرفت كم بالضبط، تقريبا درهمين ولا 3 دراهم. أوكي، أنا عطيت بنت 5 دراهم، هل بتكفيها أن تشتري القلم؟ يس، لأن 5 دراهم أكثر على اللي هنا متوقعين، اللي هنا توقعنا يا درهمين يا 3، فخمسة أوكي راح تكفيها. نفس الشيء هني، هي تبى تنزل أغاني، الأغاني تقريبا من 16 لين 32، هي عندها 40 أكثر من اللي توقعنا، فمعناته بتكفيها يس، it's enough. أوكي، هني نقطة about قلنا لازم نسوي استميت، ف 3.8 multiply 4.3، ال 8 بتكبر ال 3 بتصير 4، ال 3 ما بتكبر 4 بتتم مثل ما هي، 4 multiply 4 16. هني find a range، ففي البداية أخلي ال 10 وال 5 مثل ما هي، ثاني خطوة إجباري أكبر، هاي أخليها 11 هاي أخليها 6، وهذا طلعنا الرينج range.